تعال نروح بقى يا كابتن للكرة العالمية ونشوف أخبارهم إيه. محمد صلاح كان عنده ماتش امبارح مهم امبارح طبعا مع أرسنال، شفت الماتش إزاي؟ بس أنا زعلان منك. ليه؟ لأنك ما قلتيش محمد النني. والنني أنت المفروض توجهي التهنئة لمحمد النني لفوزه بكأس الدرع الخيرية. صح. أولا ألف مبروك لكابتن النني، فعلا صح، شرفنا وبيشرفنا الحقيقة. وشرفنا، والنني عجبني في حاجة، إنه كان بدأ كويس جدا مع أرسنال في عهد فينجر، وبعد كده تراجع شوية مع إيمري المدرب، واضطروا إنه يروح إعارة في تركيا. المفترض إن كانت تعمل له هبوط فني في مستواه، ولكن واصل الصعود وأدى بشكل كويس في الدوري التركي، ورجع الأرسنال. ما كانش في نادي ليه، رجع الارسنال فوجئنا بيه امبارح بيلعب اساسي. ولما صحيح. ترجع اساسي مع فريقك الاولاني ده حاجه عظيمه جدا، انه بدا يستعيد مستواه، لعب مباراه وديه قبل الماتش ده جاب هدف، امبارح كان شكله كويس جدا، ادى بشكل جيد. دي تالت بطوله ليه مع الارسنال، بنوجه له التهنئه، بنقول له يا كابتن محمد مبروك، ونتمنى انك ترجع زي ما كنت وتبقى افضل من كده كمان، لان المنتخب محتاجك. لعيب فايتر برضو طبعا محمد صلاح، لاعب سوبر ستار عالمي، العالمي يعني بتاعنا. عالمي واحد من افضل خمس لاعبين في العالم حاليا، ومن اغلى 10 لاعبين مهاجمين في العالم حاليا، نفخر بيه واحنا سعداء بيه جدا. وهو لعيب يعتبر انجح لاعب في تاريخ الكره المصريه، وعلامه بارزه طبعا ان هو جميل. يعني حي فريق الاعداد وحي المخرج على الصوره، وهذه الصوره طبعا الناس دول حاجه جميله جدا. الدوري الانجليزي مش سهل انك تلعبي. وكابتن تريزيجيه، الثلاثه مشرفينا الصراحه، كابتن محمد النني سبب اساسي في ان استون فيلا مستمر في الدوري البريمير ليج، في الدوري الانجليزي الممتد، عدى بشكل جيد. هو ما بدأش بقوة ولكن أنهى بقوة، ده معناه أنه كان محتاج وقت أنه يتأقلم من الدوري الإنجليزي، مش سهل أنك تتأقلمي عليه، لكن ما شاء الله ثلاثة، وإن شاء الله حجازي كمان يواصل المسيرة ويظهر بشكل أفضل. أنا إن شاء الله بإذن الله محمد صلاح يرجع السنة دي للمستوى اللي كان سنة 2018، كان واحد من أحسن لاعبي العالم، وهو كان يستحق أحسن لاعب أكتر من مودريتش اللي خدها منه. لكن محمد صلاح بقول له زيادة في طموحك شوية، زيادة في القوة شوية، عشان احنا محتاجينك قوي الفترة الجاية عشان نوصل كاس عالم تاني. إيه لما شفت صورة كابتن صلاح وكابتن نني هما محطوطين وكلمنا على كابتن تريزيجيه، تحس ان الواحد بيحس بالفخر كده، لانه الحقيقة كل ما بيكبروا وبينجحوا صورهم تحس ان احنا فخورين بيهم، وقد ايه فعلا بيبقوا مصدر سعادة بالنسبة لنا. يعني يا فندم دول سفراء للرياضة المصرية والمصر اصلا، يعني وجودهم في مكان زي ده اللي بيتكتب عليه الايجيبشن محمد نني، حصل على بطولة. كابتن محمد صلاح لاعب مصري، الكينج ايجيبشن كينج، الملك. شكل الكوره اتغير برضو، ان احنا بقى عندنا لاعبين كتير محترفين ومحترمين، وقدموا صوره كويسه جدا عن مصر، مشرفين اسم مصر، رافعين اسم مصر، بقينا بنستنى يمكن الماتشات بتاعتهم. الموضوع اختلف، يعني احنا زمان كنا بنهتم بس بالكوره المصريه وبعض الناس بيتابعوا الكوره العالميه، دلوقتي لا، احنا بقينا بنقعد كلنا نتابع الكوره العالميه. والله انا كنت بشجع مانشستر، احنا بنتفرج على ماتش، انا كنت بشجع مانشستر يونايتد وانا صغير، يعني لما راح ليفربول بقيت ليفربول، ما ينفعش ماتش ليفربول يعدي من غير ما اشوفه، يعني مستحيل. فدول خلونا يعني انت عارفه، كل ما محمد صلاح لما راح ايطاليا احنا كنا مع روما، بنشجع روما وشجعنا فيورنتينا، يعني 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 من قلبنا كمان كده. هم بيعملوا ثقافه رياضيه في مصر، يعني نجاح اللاعب بيخلي خلينا احنا كنقاد رياضيين حتى نتابع، ما ينفعش لاعب مصري بيلعب واحنا كنقاد نغمض عينينا، لا احنا لازم نتابع ونشوف مين المنافس ومين اللي هيعمل ايه وانتاجه ايه ومين افضل منه في عدد الاهداف. لا ده احنا حتى كصحفيين استفدنا، احنا كاعلاميين استفدنا، مش هم بس، فربنا يوفقهم ويزيد العدد. ربنا يا رب يوفقهم. وبالنسبه لصلاح، هل شايف ان هو بديل ميسي؟ ميسي عامل زلزال الحقيقه في الكوره وفي الاجواء، هل شايف ان هو احسن له يفضل في ليفربول، ولا هو فعلا ممكن يكون بديل ميسي في هو مشروع؟ بدايه ميسي ملوش بديل، لان ميسي ده عبقري طبعا، يعني نابغه، يعني ميسي رابع العظماء الكره النخبه،
اللي هو بيليه، مارادونا، ميسي، رونالدو، كريستيانو رونالدو، بين قوسين كده عشان جيل قديم شويه، بوشكاس ودي ستيفانو. بعد كده بقى كرويف وبكنباور ورونالدينيو ورونالدو، مجموعه يعني دول عظماء، لكن دول الاربعه ميسي ملوش بديل يعني. لما هيقف هو الوحيد، لما هيقف يعني احنا انا حزين على انه خارج من برشلونه، ولانه ما افتكرش انه هيبقى بنفس المستوى. طبعا كبر سنه مع وجود لاعبين مختلفين معاه برضه مش ممكن، مش هيبقى بنفس المستوى. محمد صلاح انا كانت نصيحتي ليه انه كان يكتفي بهذا القدر في ليفربول. انا صحيح هو ملك في ليفربول وعنده جمهور وله اغنيه مو صلاح جميل ما شاء الله، لكن مش هيعمل افضل مما عمل. وبالتالي كان محتاج حته تانية، لانه حتى اللعيبه اللي معاه ما بقوش بنفس الجوده اللي كانوا عليها. وبالتالي انا شايف ان ليفربول السنه دي مستحيل، انا بقول مستحيل ان ياخد الدوري. المستوى الفني بتاع ليفربول في هبوط حاليا، الا اذا صعد بقى بشكل مفاجئ، بشكل عالي قوي، وده ما تصوروش مع وجود طموح لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي اللي بدا يشد حيله، والارسنال اهو بدا يشد حيله. اعتقد ليفربول السنه دي عنده مشكله.